معانا دلوقتي الدكتور مصطفى الشربيني، سفير ميثاق المناخ الاوروبي. معانا دكتور مصطفى. صباح الخير يا دكتور مصطفى. صباح الخير عليكي على كل الساده المشاهدين، اهلا بيك يا فندم. صباح الخير. حابين نعرف من حضرتك نتائج قمه المناخ كوب 27. طيب بدايه انا هتكلم على نتائج حفله سعادتك، ان في صباح يوم الاحد انتهى الكوب العاشره صباحا وامتد لمده 48 ساعه توصلت فيه الدول المشاركه في المؤتمر توصلت الى اتفاق، وهذا الاتفاق يعني كانت اهم بنوده يعني انشاء صندوق للخسائر والاضرار بعد ان نقع مجارده شديده من بعض الدول، ولكن اصرت مجموعه الدول ال 77 ان هي تحقق العداله المناخيه ويحققوا تشيك الكوب ده، واصروا على ذلك وتم اقرار في البيان الختامي صندوق الخسائر والاضرار. دي كان اهم الانجازات في الكوب 27، وقدموا حزمه من القرارات اكدت على الالتزام في على الحفاظ على درجه الحراره حراره الارض 1.5 درجه، وتم تشكيل انشاء الصندوق للخسائر والاضرار مع اضافه القضيه في جدول الاعمال منذ بدايه الكوب. كان طبعا انجاز كبير لمصر انها تضيف هذا موضوع الخسائر والاضرار، ونتج عن ذلك ايضا ان اتفقت الاطراف على تفعيل شبكه سنتياجو للخسائر والاضرار للتحفيز ومساعده البلدان في التقنيه الفنيه اثناء الكوارث الخاصه بالتغيرات المناخيه. تمام. طيب في كمان بعض الاشياء الهامه اللي اتحققت في الكوب، ان في تعهدات جديده بلغ مجموعها 230 مليون دولار لصندوق التكيف، ده برضو انجاز كبير تحقق. ده هتساعد بها هذه التعهدات الدول الضعيفه على التكيف ايضا من خلال خطه سموها خطه شرم الشيخ للتكيف وتعزيز المرونه للاشخاص الذين يعيشون في مجتمعات اكثر عرضه لتغيرات المناخ. وكمان عرف بقرار الغطاء ذلك باسم خطه تنفيذ شرم الشيخ، وسلط الضوء على التحول العالمي في الاقتصاد منخفض الكربون، وان هذا الاقتصاد بيتطلب من 4 ل 6 تريليون دولار امريكي. طيب في ايضا التمويل، فالتحول والنظام التمويلي وهياكله ده كان هام جدا، خاص بحشد ال 100 مليار دولار امريكي، ونبه لذلك الامين العام للامم المتحده والسكرتير التنفيذي سايمون ستيل لاتفاقيه التغيرات المناخيه اليو ان اف تريبل سي، وحققت بعض المبادرات زي مبادره الانذار المبكر، ودي بتدعو لاستثمارات مستهدفه بقيمه 3 مليار دولار لعامي 2023 الى 2027. وفي الوقت نفسه قدم نائب الرئيس الامريكي السابق والناشط المناخي الجور قام بدعم وقائمة جرد مستقلة جديدة عن الانبعاثات الحرارية، انبعاث غازات الاحتباس الحراري، ودي بتجمع بيانات الأقمار الصناعية والذكاء الاصطناعي والانبعاثات المنشأة لأكثر من 7000 موقع حول العالم، وده كله إنجازات تحققت. ومن الأحداث البارزة أيضا في المؤتمر ما يسمى بالخطة الرئاسية لتسريع إزالة الكربون، ودي من 5 قطاعات رئيسية تقسمت على قطاع الطاقة والنقل البري والصلب والهيدروجين والزراعة، دي قدمتها الرئاسة المصرية في الكوب 27. كما أعلنت القيادة المصرية إطلاق عدة مبادرات عن الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، وتضمنت مبادرات أخرى مثل أجندة شرم الشيخ للتكيف ومبادرة العمل
على التكيف مع المياه والصبوب اللي هي أوير، ومبادرة سوق الكربون الأفريقية، وحملة تسريع التكيف مع التأمين، والتحالف العالمي للطاقة. كل الحاجات دي كانت بيتم إنجازها وأثناء المفاوضات، وشملها البيان الختامي. وطبعا خلال الكوب 27 عمل تعزيز حلول تكنولوجيا المناخ في البلدان النامية، عمل على تعزيزها، وأحرز تقدم كبير في العمل المتعلق بالتخفيف، حيث تم إطلاق برنامج عمل التخفيف في شرم الشيخ بهدف التعجيل بتوسيع نطاق طموح التخفيف ده بخلاف موضوع التكيف. وسيبدأ العمل بالبرنامج فور انتهاء الكوب مباشرة حتى 2030، مع عقد حوارين عالميين على الأقل كل عام. كما طلب من الحكومات إعادة النظر في أهداف 2030 وتعزيز خططها، الخطط بتاعة التنمية المستدامة والمناخ، بالإضافة إلى تسريع الجهود للإلغاء التدريجي للطاقة العاملة بالفحم بلا هوادة. طبعا كلمة بلا هوادة دي كانت مهمة جدا، لأن دي اتشالت في الكوب 26 واكتفوا بالتخلص التدريجي للفحم. وتم أطلقت البلدان أحزمة من 25 إجراء تعاوني جديد في 5 مجالات احنا قلنا عليهم، اللي هي الطاقة والنقل البري والصلب والهيدروجين والزراعة. الأمين العام أنطونيو جوتريش أعلن عن خطة بقيمة 3 مليار دولار أمريكي لضمان حماية كل شخص على هذا الكوكب من خلال أنظمة الإنذار المبكر، دي هتتم خلال 5 سنوات. الأمين العام للأمم المتحدة وفريق الخبراء رفيع المستوى نشروا دليل إرشادي لضمان التعهدات ذات المصداقية والخضاع للمساءلة، وتم إطلاق خطة تقودها مجموعة السبعة تسمى مرفق تمويل الزرع العالمي في الكوب 27 لتوفير التمويل للبلدان التي تعاني من كوارث مناخية، حيث أعلنت الدنمارك وفنلندا وألمانيا وإيرلندا وسلوفينيا والسويد وسويسرا وعدة منظمات أخرى عن 105 مليون دولار أمريكي كتمويل جديد، وشددوا على الحاجة إلى مزيد من الدعم لصندوق مرفق البيئة العالمي. وكما ستعمل الشراكة مع الطاقة الجديدة في أندونيسيا بالتوازي مع الكوب 27 على تعبئة 20 مليار دولار أمريكي خلال 3 إلى 5 سنوات. وتم إحراز تقدم هام في حماية الغابات مع إطلاق شراكة قادة الغابات والمناخ، والتي تهدف إلى توحيد الإجراءات التي تتخذها الحكومات لوقف فقدان الغابات وتدهور الأراضي. فالمفاوضات خلال ال 48 ساعة الأخيرة اللي هي الإضافية، حيث انتهى الكوب كان يوم الجمعة، واستمرت الاجتماعات إلى يوم الأحد في 10 صباحا. فكانت هذه المفاوضات والموعد النهائي كان عامل في تحديات كبيرة لزيادة الطموح وإطلاق دائم للمسار نحو الدرجة ونص. والسيد جوتريش اتكلم الأمين العام للأمم المتحدة على ضرورة الحفاظ على 1.5 درجة مئوية، لأن ده وشبهه بإنقاذ البشرية من جرف المناخ. واتكلم كمان عن صندوق الخسائر والأضرار والإنجاز التاريخي الذي تحقق، وهو خطوة على طريق العدالة المناخية. وهذا الميثاق الجديد بالموضوع الخسائر والأضرار ده خلى الشعوب الدول النامية الأكثر ضعفا تشعر بالعدالة المناخية. فالمفاوضات في الكوب 27 لم تكن سهلة، ولم يكن أمرا بالسهل على الإطلاق أن نصل إلى هذه النتيجة لولا الإدارة بحرفية من رئاسة المؤتمر الوزير سامح شكري بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. فكانت كل هذه الإنجازات ما كانت أن تتم
لولا التنظيم الجيد الذي قامت به الرئاسة المصرية لهذا الكوب بحضور 45 ألف أو أكثر من المشاركين، فهذه القرارات المتخذة تعيد التأكيد على الأهمية الحاسمة لتمكين جميع أصحاب المصلحة من الاشتراك في العمل المناخي، ولا سيما من عمل الخطة الخمسية بشأن العمل من أجل التمكين المناخي والاستعراض الوسيط للعمل الإنساني. كما حظيت الشباب أيضا على وجه الخصوص بمكانة بارزة في الكوب 27، حيث وعد السكرتير التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ سيمون ستيل، وحث الحكومات ليس فقط على الاستماع دكتور مصطفى دكتور مصطفى، أعتقد أن احنا عدينا من مرحلة الوعود لمرحلة التنفيذ والعالم كله شهد بده. والإنجازات اللي تمت دي في هذا الكوب هي أكبر دليل واضح أن عبور هذا الكوب من تعهدات سابقة إلى اتخاذ قرارات حاسمة، ده كان حاسم، قرارات فعلية خاصة بالتمويل، خاصة بالصندوق الخسائر والأضرار، خاصة بالحفاظ على الدرجة ونص، خاصة بالعديد من المبادرات التي أطلقت والعديد من الخطط التي أطلقت للتكيف وللتخفيف. شكرا جدا دكتور مصطفى الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي. مشاهدينا زي ما سمعنا قد ايه المؤتمر كان مهم جدا للعالم كله، كوب 27، وكان مهم جدا لمصر، وخرجنا من مرحلة الوعود لمرحلة التنفيذ الحقيقي.